السلام ورحمة الله. من البلاصة اللي كنتواجدوا فيها؟ حنا دابا كنتواجدوا هنا في حي السلام واحد. أييه. جيت الساكة زريقة مع الهبطة ديال الساكة زريقة. اللي تابعة لبني خلف. اللي تابعة لبني خلف. أييه. شنو المشكلة عندكم؟ دابا المشكل اللي عندنا حنا وهو الله يخليك دابا ملي كتصب الشتاء هاد الطريق اللي كنمشيو منها للمسجد كتحبس علينا بالويدان الحار. الواد الحار ديالنا وديال البني خلف عينو يمشيو عينو يمشيو ويصيفطوا شي وحدين كيسرحوه واحد شوي ماشي هذا راه ماشي يعني راه ماشي غنقولوا الدوله عندنا ما دايراش اصلاحات ولا ما كاين شيء راه كاين القواد السليني عسين ما كيديو والو بوشين ما كيديو والو يديو بحر خاسر عليهم الدوله ميزانيه كثيره وراه مراكدين والله ما يبقى هذا الماء وما كاينش مسؤولين اللي راه صيانه خاص خاص تقنيين اللي يشوفوا هذا الشيء يعينوا هذا الشيء وكاين واحد راه خاسر عليه الدوله انا ما التجهيزات راه كاينه ولكن كتعدم الدوله انا ما كنعرفش ولا ما خاسراش عليه واحد 100 مليار ولا اكثر ولا شو شحال يعني اموال باهظه ويدي بحر يدي بحر وراه عارفين وهاد المسؤولين ماشي ما عارفينوش يدي العجب اللي يديه ومخلي الناس كيعيشوا في هاد البيئه اللي يعني لو كانوا هما ما يقدروش يشوفوا فيها كاع حتى الشوفان الشوفان لا شافها يمرض شي مسؤول اللي هو مسؤول لا شافها يمرض عرفتي شنو يمرض والناس مع سكان هنا هاد قادوس هذا دائما كيفيد ماشي من العام للعام زيد دابا كاين جوج قوادس هذا ديال الدرب هنايا وهذا جاي من السويلبات ها هو كيفيد اما يفيد هذا اما يفيد هذا كل شهر كل 15 يوم كيفيدوا ملي كيفيدوا كندوزوا من هذيك الزنقه وندوزوا من جهه الجامع كتقطع عادي كتقطع عادي وكيمشي يهود ها هو كيهود ها هو هنا كاين انت هنا كيجيو الدراري كيلعبوا كاين الزباله راه الزباله فين هي ما كتجي البركه هذاك الكاميو ما كيجي على شهرين ثلاث شهور عاد كيجي الريحه الناموس شنو ولا فهمتي يعني كنعانيو بزاف كنعانيو بزاف هذا الشيء يعني والسلطات ما عندهمش ما كيديوش فينا كنمشيو عند الرئيس ما كيتسوقناش هذا الشيء كله كيوصل هاد الناس هاد السيد كيدخل لي هاد السيد كيدخل لي المثل للدار هاد السيد هذاك الشيء كيدير الواد الحار كيدخل هاد السيد هذا هو كيدخل ها هو كيدخل ها هو كيدخل كيوصل حتى لهنا انا كنحاول ندوزو من الزنقه كندوزو من الزنقه الاخرى باش بغينا نسلكو كاين تما معنا كاين مسجد كاين مسجد ها هو كيدخل لي تا هو كيدخل ليه اييه تا هو كيفيد عليه كيفيد هذا القابوس تا هو هنا ها هو ثاني هو القابوس هذا كل 15 يوم 10 ايام كيفيد كاين الاخر هو كيفيد من كيفيد هذا كيدخل لنا المسجد المسجد هو هذا هو بناو المحسنين بنينا احنا المحسنين هو كيدخل هالاثار ديال الواد الحار ها هو ديال الواد الحار هذا هو الواد ديال الاثار ديال الواد الحار كيدخل انت هذا الاثار ديال الواد الحار يعني هذيك الرواق كتدخل المسجد هالمسجد ها هو هذا مسجد بيت الله هذا بيت الله كتدخل لي والمسؤولين كنمشيو ما كاينش اللي كيتسوق لينا حتى كتوصل الانتخابات عاد كيدير خويا بخير لاباس عليكم ملي كتكون ملي كيترس كيشد هذا سميتو الكرسي ديالو ما كيتسوقش كيفيضوا وكيعود الماء الحشاك ديال الواد الحار ضارب حتى للديور ديال عباد الله وهنا دابا انت كتشوف الدراري تيقراو شوف دابا هذا المنظر اللي هو كاين هنايا انتم كتشوفوا فيه ديال هاد الزباله حشاك انتم كتشوفوا دابا في هذا الشيء والوليدات الصغار كيجيو كيلعبوا هنا وعينا ما كنغوتوا عينا ما كندويو ولحد الان حتى شي حاجه ما كاينه حنا اتصلنا بكم الله يجازيكم قبل ما اتصلوا بنا واش اتصلتوا بالمسؤولين وكندويو وكان بعض المرات راجعوا حتى شافوا هنايا ولكن حتى شي حاجه ما كيوقع كل عام كل عام دابا عام اللي كتصب الشتاء دابا اي مره كتصب فيها الشتاء فين ما تصب الشتاء الا رجعتوا غتلقاو الفيضان كاين هنايا وكيهبط لنا حتى المسجد خليك معايا المشكل ديال هذا الواد الحار ها انتم كيشتوا ها المشكل الاخر ديال الزبال ها البركاسه فين شوف الزبل فين واصل ها هو حتى للديور شوف الديور ها انت ها الديور ديالنا فين هما شوف الديور ها انت الزبل ها انت فين مليوح انت شوف ها انت البركاسه كتعمر ما كيجي لها على شهرين ثلاث شهور بعد مرات حتى كنمشيو نبقاو نعيطوا عاد كيجي يعني كنعانيو بزاف كنعانيو من واد الحار كنعانيو من الزباله
وما كاينش يعني حشومه كاع عيب كاع. والمشكل الكبير هو هذا البواد الحار. هذا كان بعد كنطوعوا حنا السكان كنطوعوا باش كنحيدوا هذا الشيء ملي كيسخن الحال كنحيدوا هذا الزبل كنطوعوا نحيدوه فهمتي. اما الواد الحار مشكل ما عندناش كيفاش نديروا فيه، خاص السلطات خاص تدخل. يعني دايرين قادوس ديال العشره، خاص سميتو خاص قادوس ديال العشرين فهمتي. هما دايرين قادوس ديال العشره، كل 25 يوم 10 يوم خصو كيتبوش. خصنا من كنعيطوا ليديك، ليديك خاصك تعيط لكازا، الكازا عادي عيطوا لهادي. تسنى يومين ثلاث ايام عادي 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 خصهم يجيو يسرحوا. بعد ما كيسرحوا في الصباح في العشيه كيتبوشا. قول من هنا ديما هنا دي كل 15 يوم 8 ايام 10 ايام يعمر لينا هنا والخنز. شوف قدام الدور كي دايرين، هذا هو. وعاد الزباله زايده كتبقى هذه كتبقى تعطينا الريحه دائما، والدراري الصغار كيلعبوا فيها ومع من تهضر. وداروا المسجد ما بقاش كيدوزوا ليه الناس من هنايا بعدا. وصل الباب ديال المسجد. ايوا كيوصل حتى الباب ديال المسجد وما بقاش كيدوزوا الناس من هنا، وكل شيء هاد الدنيا عامره هنايا. الريحه كتسد واش راج من كي داك الريحه بزاف، والشنيوره وكل شيء، كل شيء وشنيوره وكل شيء. والله هذا والله يجازيكم بخير. شوف الميزانيه وما كيبران نشوف فيه لا والو، بقى يخلينا حنا في هذا الهلاك. شو الخنز كي داير والروينه، ومشى من هنا غادي حتى الواد مفيفيخ. ولهذا هو هذا كنقول لكم الله يجازيكم بخير، شوفوا لنا شي حل لهذا الشيء. راه حنا مضرورين بزاف السكان كل شيء، وهذا الماء خصوص هذا الماء او شم الريحه كيبطى شويه وكيعطي الخنوزيه. وكنشكركم على هذا الشيء اسيدي. الله شو انت لا يعقل قادوس في 10 في ديال 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 العشره، وكاين الكثافه السكانيه كثيره. كل 15 يوم خاص يتبوجا. شكون هذا المهندس اللي صوب؟ هذا هو السؤال. دابا المهندس هنا كان جابته راه الدوله اللي جابته هذا المشروع عطاه سميتي. بغينا نودعوا المشاهدين في الصوره هذا القادوس هذا، يعني راه قد هذا التليفون واحد جوج مرات ولا قل كاع. هاد الوقت اللي سيدنا الله ينصرو جا دار التنميه البشريه، فاش جانا بغا يدشن جابو ما دارش، ما هزوش هاد القادوس، هزو القادوس ديال 30 وديال 20 غير مشى وهي بداو المشروع داروا لنا هذه ديال 10 طول. ها شوف 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 انت بلاتي، ها بلاتي، ها اجي من هنا شوف. واش هذا قادوس هذا يهز هذا؟ انت شحال ديال السكان كاينين؟ انت فهمتي الكاميرا وكذا صح. انت حاولي حول 500 دار ولا 600 دار يديروا لها القادوس هذا، عيب. كل هذا هو دابا هو راه عامل كي سميتو هكاك. هكاك صافي. شحال ديال الفلوس خاسرين عليه؟ هذا الحلف هما اللي كيتسقوا. هذا الحلف انا بالله شحال ديال الفلوس خاسرين عليه؟ والله ما كيدي الماء، ما كيدي لا ما لا والو، كيبقى الماء كيمشي حتى يتيتي. والله شحال خاسرين عليه؟ ملي كيجيو هذوك ديال الصيانه ديال اللي ديك، ولا شكون هما هذوك؟ كيجيو ديال الصيانه مره في العام، مره تقرب الصبح هذا كيجيو، هذا كيجيو نكسو هذا ويجيو دايرين واحد. المفروض بحال هاد الاوقات هذيك تكون الشبكه ما صباتش بزاف، خصهم المفروض يجيو يديروا الصيانه وهذا. ولكن ما كاين سياره، كيجيو كيلوحوا واحد جوج ولا ثلاثه. وفين هما هاد المنتخبين ديالكم؟ جوكم من الاخر المنتخب اللي كانوا صوتوا عليهم، وهادو اللي دابا في الجماعه هو ساكن حدانا. الرئيس ساكن حدانا، هو ساكن الرئيس، هو ساكن حدانا. الرئيس هنايا ساكن حدانا، ولكن ما عليه هو خاص ملي نمشيو لي يجي يشوف هذه الحاله. مادام ترشح وفاز الا راه خاص يكون قد المسؤوليه. خاص يكون قد المسؤوليه، خاص يكون قد المسؤوليه. الرئيس انا قسم بالله لا مشيت عنده وطلبت ليه اولاد وزوجت ليه في اولاد. الرئيس ديال بني خلف، الرئيس ديال بني خلف مشيت عنده انا شخصيا والفيضان قسما بالله لك كاعي طالع لي الدم، وطلبته وزوجت لي في ولادو. قلت لي شوف ما خاصكش تزوج، ما خاصكش تطلب قسما بالله بهذا اللهج. الا زوجت لي في وليداته قلت لي دخلنا عليك بالله، والله يخلي لك وليداتك الا ما شوف لنا شي حل في هذه القضيه. قال لي واخا وشي حاجه ما كاين، واخا وصافي صافي، ما دار حتى شي تحرك. والتحرك وطلبته انا باش يجي يشاهد غير هذاك الشيء، غير يشوفه يجي بعدا يشوف، غير يشوف يخفف عليكم. لو كان شاف غير شاف هو نقتنع انا، غير يشوف هو غير هذيك الحاله هذيك الوضعيه. والله ما شفته وقلت لي دخلناك والله لما يجي غير شوفي. طلبته بحق انا نمشي غادي نشوف قسما بالله. الصوت ديالنا الصوت ديالنا غادي يوصل ان شاء الله بالفضل ديال الله وديالكم انتم ان شاء الله. وكنشكركم من هذا.